ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ انا اسف، انا بعتذر على الغياب الطويل. كنت مكسر اعمل فيديوهات والله بغصب عني يا جدعان. مش لاحظين حاجة؟ جبت رينج لايت، اي خدمة بظبطكو، بجيب لكو اضاءات، بجيب لكو ايه، بجيب لنفسي عشان بس الكواليتي بتاعت الفيديو يطلع لكو حلو. دلوقتي يا جدعان، دلوقتي الفيديو بتاعنا الجزء الثاني من تحدي مارد الازرق. انا جاي له في تحدي صعب قوي وعايز يعرف، يعني واحد كده ماشي. يلا بينا نبدأ الفيديو. بعد كده يا جدعان، كنت يا جدعان معلش يا جدعان، كنت مشغول في الدروس والله وكده، بس الحمد لله رجعت لكم بقوة. دلوقتي نلعب ايه يا جدعان؟ انا سرحان. نلعب برضو، هنعمل تحدي مارد الازرق، ويلا بينا نشوف هيعرف يجيب الشخصيات لنا ولا له ولا لا. الآن يلا بينا نبدأ المجزرة. اول شخصيه يا جدعان ده انا متاكد هو مش عارف كده، هنجيبه هو المارد الازرق اكيناتور، هو اسمه كده. هل شخصيه يوتيوبر؟ لا. هل شخصيه انثى؟ لا. هل شخصيه مسلم الديانه؟ انا لا اعلم. هل شخصيه حقيقيه؟ لا. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ لا. هل شخصية عبارة عن مارد أو جني؟ هل شخصية مرتبطة بزواج مع رياضي مشهور؟ لا. هل شخصية تشبهك؟ لا. هل تعيش الشخصية مع والدها؟ أنا لا أعلم. هل شخصية أصول يهودية؟ لا. هل لدى الشخصية أخت في نفس مجال الشهرة؟ أنا لا أعلم. أنا أحبك، هل تحبني؟ أنا أحبك، هل تحبني؟ أنا مش فاهم. هل تدعي الشخصية أنها من كوكب الزهرة؟ أنا لا أعرف. إيه لما تمكن؟ الله الله، أسطورة يا جدعان، ده هو أخته، بس هنجيبه مرة تانية. شخصية تيبر؟ لا. شخصية امرأة؟ لا. هل شخصية متزوجة؟ لا. هل شخصية حقيقية؟ لا. هل شخصية مقاتلة؟ لا. هل شخصية لا. هل شخصية عبارة عن مارد أو جني؟ نعم. هل شخصية مرتبطة لا. هل شخصية تلبس لباس أزرق يوميا؟ هل شخصية تظهر على قنوات الأطفال؟ لا. هل شخصية تشبهك؟ لا. مارد العبقري، ماشي. تعال تاني واحدة يا جدعان، وهنجيب نجيب مين؟ فكروا معايا، نجيب مين؟ هنجيب مليون روس. يلا العب اعلان. ايه ده اللي حصل؟ هل شخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية من أصل عراقي؟ تقريبا من الممكن. هل شخصية أنثى؟ لا. هل شخصية مولودة في العراق؟ من الممكن، مش متأكد. هل تحترف الشخصية؟ لا. هل نعم. هل تحمل الشخصية لقب القناص؟ لا أعلم. هل شخصية من محترفي لعبة كلاش اوف كلانز؟ لا. هل تظهر خلف الشخصية سلاسل شرط؟ انا لا اعلم. يا جدعان ما بيعملش فيس كام. هل شخصية من العراق؟ من الممكن. هل شخصية من شمال المغرب؟ انا لا اعلم. هل قامت الشخصية بالتمثيل؟ لا. هل شخصية شعر رأسي اسود؟ انا لا اعلم. هل شخصية ذات بشرة؟ انا لا اعلم. هل تعمل الشخصية في البحر؟ انا لا اعلم. هل شخصية من اصول انا لا اعلم. هل انا لا والله ما اعرف.
اه يا جدعان انا والله اسطوري، مفيش حد عمل مارد الازرق يعني ايه يعني مارد ازرق طلع ما يعرفش يجيبه. الله عليا، يلا محاولة تاني، محاولة تاني. هل شخصية حقيقية؟ نعم. هل شخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل شخصية من أصل عراقي؟ نعم. هل شخصية لأ. هل تحمل الشخصية لقب القناص؟ هو جايبها لي تاني، من الممكن. هل تظهر خلف الشخصية سلاسل؟ أنا نرجع، أنا لا أعلم. هل شخصية أخ يوتيوبر؟ أنا لا أعلم. هل شخصية يرفض إظهار وجهه؟ نعم. هل شخصية تعمل في مطعم؟ لا. هل تلعب الشخصية ببجي على جهاز الأيباد؟ والله أنا لا. هل شخصية أنثى؟ لا. هل الشخصية مولودة في العراق؟ من الممكن. هل تحترف الشخصية لعب؟ نعم. هل شخصية تجيد لعبة ماينكرافت؟ لا. هل شخصية تعيش في تركيا؟ أنا لا أعلم. هل شخصية أكثر من 100؟ نعم. هل شخصية من العراق؟ نعم. هل شخصية مضحكة؟ من الممكن. هل شخصية من فرقة اف؟ لا. هل شخصية في قيادة الجيش؟ لا. هل تحب الشخصية لعب؟ لا. هل تعيش الشخصية في تركيا؟ أنا لا. هل شعر الشخصية كثيفة؟ ايه أنا لا. هل شخصية يعني أنا لا أعلم. شخصية ذو بشر؟ أنا لا أعلم. سيدريك؟ والله أنا لا أعلم. مستر إكس؟ إيه ده، استنوا يا جدعان، لو ركزتوا بيلعب ببجي مع مليون روزز، وأنا أصلا جايب مليون روزز. أيوه ده أنا جايب إيديه أوي أوي. الله عليا، الله ده عم بدأت انزل كده اوف كاميرا عشان بس تعرفوا ده ان انا بتعب، والله بتعب. بصوا اللابتوب والبتاع اهو، وقعد والله قاعد بص ليل ونهار على ده. وهنا الرينج لايت اهي يا جدعان، بصوا اهو، وبظبط لكم الفيديوهات. فايه كده يا شباب، خلصنا. يلا احنا بننزل بس الكاميرا كده يا شباب، خلصنا الفيديو. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكوا الفيديو الجاي.